مع الجالية، البرنامج اللي كيهتم بشؤون الجالية المغربية، كيتصنت لهم وكيفتح لهم مساحة للتعبير عن انشغالاتهم وانتظاراتهم وإنجازاتهم. مع الجالية مع حنان عزوز على كاب راديو. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، حلقة جديدة من البرنامج اليومي مع الجالية. كنتمنى أعزائنا دائما تكونوا بألف خير، دائما كنحاولوا ما أمكن أننا نطلعوا على أفراد الجالية، نشوفوا ظروفهم، نهضروا على مواضيعهم. هي فرصة للتواصل والتفاعل مع مغاربة العالم فين ما كانوا كيتواجدوا. متابعينا الكرام، اليوم غادي نهضروا، كنعرفوا على أن الموت حق علينا، وتحشي حد فينا ما عارفش فين غادي وصل الأجل ديالوش، من مدينة وش من بلاد. وطبعا المهاجر المغربي، وحنا كنعرفو على أن المغربي يمشي أي بلاد في العالم يعيش تما، ولكن دائما كيخلي من الوصايا ديالو فاش نتوفى ردوني لبلادي تما نتدفن حدا عائلتي وحدا جدودي وحدا والدية ولا حدا خوتي. هذه كتكون من الوصايا ديال الإنسان قبل ما يتوفى، أو حتى العائلة بعض الأحيان ملي كيتوفى الأب أو الأم ولا أحد أفراد الأسرة ولا العائلة، دائما كيراهنوا أنهم ينقلوا جثمان المتوفى لأرض الوطن للدفن في أرض الوطن. سبقنا هدرنا في هذا الموضوع وهدرنا عليه كواحد الموضوع اللي هو فيه نوع من الإنسانية. هدرنا على الجانب الديني، أن الإنسان فاش كيتوفى يرجع لأرضه ويتكفن ويتغسل ويتطلع لصلاة الجنازة وتعمله الجنازة ديالو بكل الطقوس اللي احنا معروفة عنه احنا كمغاربة. إلا أنه ظروف الحياة بعض المرات كتكون قاهرة وكتفرض مجموعة من الإكراهات. بعض الأحيان الإنسان ما كيتكونش عنده الأوراق ديال الإقامة، بعض الأحيان مع كامل للأسف ممكن يتوفى ويموت مقتول، بعض الأحيان ما كيكونش معروف، بزاف ديال الاعتبارات اللي كنا شفناها مع الرئيس ديال جمعية طهارة. إذن بعد ما كنا تناولنا الموضوع من زاوية، اليوم غادي نشوفه وغادي نتعرفوا مع الأستاذ عبد الصمد عكرش على شنو هي الإكراهات والصعوبات اللي كتواجههم كجمعية طهارة في نقل الجثامين لأرض الوطن. كما كنعرفوا للإشارة أن جمعية طهارة ما كتشتغلش فقط مع المسلمين، ما كتشتغلش فقط مع المسلمين المغاربة، ولكن مع المسلمين بمختلف دول العالم. فهما الدور ديالهم والغرض ديالهم والهدف ديالهم أنهم ينقلوا الجثمان ديال المسلم باش يتدفن في بلاده، هذا هو اللي كيراهنوا عليه. إذن قبل ما نستقبلوا الأستاذ عبد الصمد عكرش، طبعا متابعينا الكرام كيف ما تعودتوا معنا دائما تسنيم هي حاضرة معنا وموجدنا ورقة في الموضوع. تفضل تسنيم. شكرا حنان. أهلا مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. إذن الموت حق طبيعي لكل إنسان، وحين يحين الأجل يتمنى الكثيرون أن يكونوا محاطين بعائلاتهم وأحبائهم. فنقل جثامين المغاربة من المهجر إلى المغرب ليس مجرد عملية لوجستية، بل هو موضوع حساس كيمس القيم الدينية والاجتماعية للعائلات المغربية. لكن الواقع أحيانا يكون أكثر تعقيدا، فعندما يفقد أحد أفراد الجالية المغربية حياته في بلد المهجر كتبدأ رحلة مليئة بالتحديات والصعوبات. بدلا من أن يكون الحزن والانكسار هو الشعور السائد، يجد أهل المتوفى أنفسهم محاصرين بتعقيدات إدارية وقانونية كتزيد من ثقل المصيبة. والإجراءات البيروقراطية المعقدة والتكاليف المرتفعة لنقل الجثمان تضيف عبئا إضافيا على العائلة التي ترغب فقط في أن ترى ابنها أو ابنتها ترقد بسلام في أرض الوطن. ووفقا لتقارير وزارة الشؤون الخارجية المغربية، يقدر أن حوالي 2500 إلى 3500 مغربي يتوفون سنويا في دول المهجر. فنقل الجثمان من المهجر إلى المغرب يعد أمرا مكلفا للغاية، إذ قد تصل التكاليف إلى عدة آلاف من اليوروهات، بحيث كتشمل تكاليف الرسوم المرتبطة بالحصول على شهادة الوفاة، تكاليف التابوت المخصص للنقل الجوي، تكاليف شركات الشحن ورسوم النقل الداخلي عند الوصول إلى المغرب. هذه التكاليف تشكل عبئا ماليا ثقيلا على العديد من الأسر المهاجرة التي قد لا تكون مستعدة لهذه المصاريف الغير متوقعة. كما يتطلب هذا النقل إجراءات إدارية معقدة كتشمل إصدار شهادات وفاة رسمية، تصاريح نقل الجثمان، وإجراءات فحوصات طبية للتأكد من عدم وجود أمراض معدية. كما تختلف هذه الإجراءات من بلد إلى آخر، ما يزيد من تعقيد العملية ويؤخر عودة الجثمان إلى المغرب. هذا التأخير يمكن أن يثقل كاهل العائلات التي ترغب في دفن المتوفى بسرعة وفقا للتقاليد الإسلامية. ويجب
يجب أيضا على العائلة التعامل مع السلطات المحلية في بلد المهجر، سفارات المغربية وشركات النقل الدولي، مما يجعل العملية معقدة وكيزيد من شعور العائلة بالعجز في مواجهة هذه التحديات، لأن التنسيق بين هذه الجهات قد لا يكون سلسا دائما، مما يؤدي إلى تأخير نقل الجثمان وزيادة الضغط النفسي على الأسرة. وفي مواجهة هذه التحديات كتلعب الجمعيات والمنظمات غير الحكومية دورا حاسما في دعم الجالية المغربية في الخارج، خاصة فيما يتعلق بنقل الجثامين إلى المغرب. هذه الجمعيات كتقدم مجموعة من الخدمات اللي كتساعد العائلات في التغلب على الصعوبات المالية والإدارية. فبالنسبة للدعم المالي، العديد من الجمعيات كتعمل على جمع التبرعات لتغطية جزء أو كل تكاليف نقل الجثمان، بحيث كتقوم هذه الجمعيات بتنظيم حملات لجمع الأموال من أفراد الجالية المغربية أو من الجهات الخيرية لدعم الأسر التي لا تملك الموارد الكافية لتغطية التكاليف. ثانيا، الدعم الإداري والقانوني، بحيث كتوفر هذه الجمعيات كذلك مساعدة قانونية وإدارية للعائلات لمساعدتهم في التعامل مع السلطات المحلية وشركات النقل، وكتعمل كذلك كوسيط بين العائلة والسلطات لتسريع إصدار الوثائق اللازمة لنقل الجثمان وتبسيط الإجراءات القانونية. وكذلك هالجمعيات كتلعب دور مهم جدا في نشر الوعي بين أفراد الجالية بأهمية الاشتراك في برامج التأمين اللي كتغطي تكاليف نقل الجثامين، كما تقدم استشارات للأسر حول كيفية الاستعداد لمثل هذه الظروف الصعبة وضمان توفير تغطية مالية كافية. وأخيرا، التنسيق مع السفارات والقنصليات، بحيث كتعاون هذه الجمعيات مع السفارات والقنصليات المغربية لتسهيل عمليات نقل الجثامين. في بعض الحالات كتدخل السفارات لتقديم دعم مالي أو إداري للأسر المتضررة، لكن الجمعيات غالبا ما كتكون الجهة الأولى اللي كتفاعل مع العائلات في أوقات الأزمات. ودابا غادي نرجعوا عند حنان باش تعرفنا أكثر على الضيف ديالنا عبد الصمد عكرش اللي ممثل جمعية طهارة اللي كتكلف بهذا نوع من العمليات وكتساعد الجالية المغربية في نقل الجثامين ديال الأفراد ديالها إلى الوطن المغرب. تبارك الله عليك تسنيم، في الحقيقة ورقة كافية، طرقتي لمختلف النقاط، شكرا جزيلا لك ودائما كنتمنى لك التوفيق. إذا متابعينا الكرام، غادي نستقبلوا الأستاذ عبد الصمد عكراس اللي هو رئيس جمعية الطهارة. الأستاذ عبد الصمد، مرحبا بك معنا، شكرا جزيلا تلبية دعوة برنامج مع الجالية، أهلا وسهلا. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى على انك تكون بالف خير، حنايا بصحه الحمد لله، كنتمناوك حتى انت وفريق العمل ديالك. الاستاذ عبد الصمد، حنا كنا هضرنا على الجمعيه ديالك، فاليوم الاستاذ عبد الصمد ما نكرهوش على انك تتحدث للمتابعين الكرام على هاد الجمعيه، الاعمال الجليله اللي كتقوم بها، ولكن حكي لنا تفاصيل اكثر، حكي لنا العراقيل اللي كتواجهكم، حكي لنا الصعوبات، كذلك ما كرهتي نهضروا على نماذج الحالات اللي نتوما عشتوها وواجهتوها اللي كتعبر واللي كتحكي على الصعوبات اللي نتوما كتعيشوها. تفضل استاذ عبد الصمد. وي دونك السلام عليكم. الحمد لله، دونك بحال اللي قلنا كنتكلفوا بداك الاموات من الجاليه المغربيه اللي كاين في فرنسا، اللي كيتواجدوا في فرنسا، ماشي غير في فرنسا، تعيطوا لي العائلات من المغرب عندهم الأسرة ديالهم ماتوا مثلا في إسبانيا ولا في طاليان ولا في كاناريات ولا في كرواتيا وداك الشيء. والمشكل اللي عندنا دابا اللي كيوقع لي دابا ماديا، مثلا الحمد لله كنتعاونوا غير مع المحسنين وداك الشيء، وكنت اللي كاين في فرنسا وكنتعاونوا عاوتاني باش نخلصوا داك الشيء اللي كان الخدمة اللي كنديروا حنا والمتطوعين اللي كنتخلصوا فيها كيمشي في الصندوق ديال الجمعيه باش كنتخلصوا ليهم لي غاباتريمون، هي النقل ما بين البلاد اللي فين ماتوا حتى المغرب، وهادشي فيها المصاريف او هادشي الحمد لله. ولكن المره الثانيه المشكل اللي عندنا هي الاداريه، المشكل اللي عندنا بزاف ماهوش ماديا الحمد لله، المشكل هو إدارية. مثلا للا عندي دابا واحد المشكل، واحد الولد مثلا مات مغربي ودخل بسمية أخرى، حرق بسمية أخرى وهو مينار، وكي دابا العائلة كتقول هو، ولكن هو سجل باللي سمية أخرى،
هذا هو المشكل. دابا كي كنصيفطوا مثلا ليميل او مثلا الادارات من المغرب ولا هنا ما كيردوش علينا دغيا دغيا, كيتعطل داكشي. مثلا خص البصمات باش نعرفوا واش هو هذاك ولا لا. هذا هو المشكل اللي كيوقع لينا سورتو مون فرنسا. الحمد لله فهادشي دغيا, ولكن لا ما تليا شي حد في كرواتيا. بغيت نتصل بالسفير السفاره اللي كاين في هاد البلاد, ما عندي المرات ما كيجاوبوش في الايميل. ان اكزامبل ماشي هما, مي ان اكزامبل ما كيجاوبوش في الايميل. كنقولوا ما حنا لان حنا يعني جمعيه في الطهره, جمعيه خيريه كننقلوا الاموات في سبيل الله, ما كيردوش دغيا دغيا. مثلا واحد مات دابا ليا في اسبانيا, مات دابا عائلته في تطوان, كيعيطوا ليا عافاك دابا اكثر من 3 شهور 4 شهور هو مازال في الثلاجه. ما كانش دابا كيقولوا لينا سي دوبلي كاين لونكيت, ياك شي واحد لا مات مقتول كاين لونكيت, ولكن لازم الاداره ديالنا دير شويه اكوت بوس. مثلا تعيط الاداره, مثلا الاداره الاسبانيوليه تقول لهم عافاكم لا فامي كتسنى اكثر من 3 شهور عافاكم ديروا شي حاجه. مثلا دابا ان اكزامبل سهل, واحد ماشي مغربي, واحد افغاني مات ليا في لو نورد دو لا فرانس, بغاو يحرقوا لندن, مات 3 شهور لا دابا قل من 3 شهور البوليسي كيقول لي ما عندنا دوسيات بزاف, تنكملوا الدوسي ونصيفطوا لك الرخصه باش تدفنوا. اش درت؟ كتبت ايميل للوزاره في فرنسا دغيا عيطوا البوليسي, البوليسي دغيا عطاني الرخصه والعائله فرحات, ودابا صافي كملوا وعندي والميت على نقلوا الى بلاده. ايوا بغينا سمعنا. تبارك الله عليك اسي عبد الصمد. انا غير نبغي نفهم واحد المساله, لان المفروض فاش كيتوفى شي حد في خارج البلد ديالو اكيد هناك اجراءات اداريه كدار. انتم كجمعيه واش عندكم هذا الحق, واش عندكم هذا الحق القانوني؟ عندنا الحق القانوني. اشرح لنا اكثر, اشرح لنا. عندنا الحمد لله دوله فرنسيه عطاتنا لابيليتاسيون. ابيليتاسيون كتقولوا عندكم نتوما الكريما, مثلا لاكريمون لا نيمورو دو باتون. حنا دابا جمعيه عندنا لاكريمون بحال شي شركه ديال نقل الاموات, ولكن حنا ما كنربحوش فيها الفلوس. كاين الشركه اللي عندها لاكريمون كاين الجمعيه. دابا عندنا الحق حنا نديروا لي ديمارش بوغ اباتريي انكور, سا فو دير لي ديمارش تو سكي تكري طياره, لي ديمارش في لا بريفيكتور البلديه باش تشد الرخصه, لي ديمارش باش البلديه تعطيك الرخصه, العماله وكل شيء, القناصيله لاقاش كتصيفطوا سي او ثاني القناصيله باش يعطيك الرخصه باش دير الميت البلاد. الى دونك اون ا لابيليتاسيون بور سا, عندنا لابيليتاسيون. مي دي فوا سي فري كنصيفطوا لي ميل ا سيغتان كونسولا ديال المغرب في اوروبا ولا في فرنسا باش يستقبلونا باش نهضروا كيف نقدر نعاونهم ونتعاونوا في الرحبه وداكشي, ولكن ما قليل ما كيستقبلوناش اختي, ما كيستقبلوناش. وكنعاونوا البلاد وكنعاونوا المواطنين, ولكن ما جامي واحد استقبلونا جمعيتنا وقالوا لنا اش خاصكم اش نديروا نعاونوكم اداريا. لا ما كيعاونونيش اداريا, انا كنطلب غير شي حاجه عاونوني اداريا باش تسهلوا على الاموات ديالنا باش ما يقعدوش ثلاجات. واخا سي عبد الصمد نفهموا. قلتي ما كيعاونوكش اداريا, اشرح لي انت شنو كتحتاج, لان كنتمنوا على ان تكون الجهات المعنيه تكون في الاستماع. انتم كتعملوا غير الخير. نحتاج انا مثلا لا كان شي عائله مغربيه اللي ما عندهاش الامكانيات اوليو كتجي للكونسوليه وكيقولوا ليها ما عندنا ما نديروا لك, يعطيو النمره ديالنا حنايا نتعاونوا معاهم. نتوما ما تقدروش تخلصوا عليهم, حنا نعاونوا معاهم. وبغينا عاوتاني شي حاجه اخرى على هذوك لي سي باسي لي زوتوريزاسيون دو راباتريمون. مثلا كي كنطلبوا اون اوتوريزاسيون دو راباتريمون كان شي كونسوليه تبارك الله دغيا كيصيفطوا لينا, وكاينين واخا كدير الدوسي كيعطلوا علينا سيمانه قبل ما يصيفطوا لينا. ومثلا لو جوغ ديال الطياره عاد كيصيفطوا لينا الورقه, وانا خصنا الورقه قبل ما كيقول صيفطنا الرباط دابا الخارجيه دابا يصيفطوها, وبعد المره كيتعطلوا. وحنا جمعيه كنتعاونوا, بغينا حتى نتوما كنتعاونوا المواطنين, حتى نتوما عاونونا اداريه, فهمتيني ولا لا؟ طبعا هذا هو المشكل. ومثلا لما تلي شي حد مثلا كيعيطوا ليا ما عندوش مثلا العقد زياد, مثلا بعد المرات كان شي حد مات مغربي ما كان حتى مشكل, ولكن كنقلب على العقد الزياد ديالو باللي مغربي ومسجل مثلا في الكونسوليه الفلانيه, كنعيط الكونسوليه كنصيفط اميل, بعد المره كيتعطلوا علينا.
مثلا على البصمات واحد المره واحد كونسولياج داروا ما طلبوش الميت شهور وفي الثلاجه واحد الشاب كنطلب لهم عفاكم البصمات باش ناكدوا العائله كتبكي في البلاد. ايوا عيطت للكوميساريه بوحدي ديال هاد المدينه وعورت الناس واتساب علقيت واحد الراجل كوميسير عيط ليا في واتساب قال لي انا نعاونك في هاد الخير صيفط لي البصمات ديال هاد الوليد او من بعد البصمات اش درت صيفطها للبوليس ديال فرنسا وعطاوني الرخصه ونورمالمون هادشي كندوز على طريق الكونسوليه. الكونسوليه لازم هي اللي كتطلب الكوميساريه ديال المدينه ديال فين الولد تخلق. فهمتيني هاد طبعا كيكون عندي يعني هاد الامر صعيب. اها فوالا وكان كنبغينا حتى حنا بغينا البلاد ديالنا يستقبلونا وكيف نتعاونوا بحال اللي كنستقبلوا مع البلدان الاخرين اللي كنعاونوهم. غير واحد المساله الاستاذ عبد الصمد، واش ما فكرتيش انت كرئيس جمعيه الطهاره انك تجي للمغرب واحد النهار تخصص واحد الزياره تجي وتتواصل مع المصالح المختصه وتتبريزونتي راسك والشركه ديالك؟ لا مشيت الخارجيه ومشيت سميتو مشيت للمؤسسه حسن ثاني قالوا لي كيعاونوا الجمعيات اللي في الخارج. صيفط الدوسي ديالي والنهار استقبلني السيد الله عمر هذا استقبلني في البيرو ديالي البيرو ديالو سمح لي بعض المرات كنهضر بالزربه كتمشي لي الدارجه. الدوسي ديالي كنلتحت وكنشوف الدوسي محطوط كنقول مسيو كنقول لي فوالا مون دوسي ديالي قال لي اون لا بونكور تريتي صافي انا. وهي مؤسسه حسن ثاني كتعاون مثلا الجمعيات هنا اللي كيديروا شي حاجه مثلا كيديروا نشاط شطيح كيجيبوا الفنانات كيجيبوا القفاطن هذو كيعاونوهم وحنا اللي كنضربوا التماره ما كاين اللي كيعاونونا اداري كنطلبوا معاونه اداريه ماشي ماديا. يعني تسهل لكم الاجراءات لان كيف ما قلتي على ان بعض الجثامين كتبقى في الثلاجه. بغينا فوالا وبغينا لالا شنو يكون عندنا النوامر ديال كاع الكناصيله مع المرض باش نشد النمره ديال واحد كونسول ديال واحد البلاد عندي ميت كيتواجد تما خصنا عيط صيفط ميساج واتساب عاد واحد عايشوف مع كولك ديالو عاد عن صيفط النمره ديالو عاد. وعلاش ما يقولوا ليناش؟ انا هضرت انا نقولها دابا في الاذاعه هضرت انا مع الوزير خارجيه بوريطه هضرت معاه النهار اللي جبنا القافله ديال زنزال نزلنا لمراكش مسكن راجل الله عمره دار ودار لي كونتاكت مع الكابينه ديالو الكابينه عرفتي الكابينه ديالو بلوكاني في واتساب مشكله في الحقيقه. ايوا ما عرفت انا كنبغي نعاون البلاد ماشي كنطلب الفلوس الحمد لله ما انا بغيت نعطي الفلوس بلادي ماشي فلوس تعطيني بغيت انا نعاون بلادي مي اون با ما عندي ما كاين حتى حد لي يا بيرسون كوم ادير كين كالكول اون فيت اون دون با لور وما كيعطيوني حتى واحد ما كيعطينيش الوقت. فهمتك اها الامر ديالك واضح. كنهضر بحال شي مهبيل كنهضر على بوحدي وكنعاون هذوك لي فامي حشك فوالا او كونترير بالعكس انت انا كتقدم دعم وكتقدم مساعدات وما تصورش شي مره لقيت واحد انديف اس دي اف الا لا مسكين كيضوف في الشوارع مات وعاونته لقيته من لا فامي ديال واحد اللي خدام في السفاره ديال المغرب في واحد البلاد في العالم ولقيته من لا فامي ديالو وقال لي انا عاونك عن سعدك دينا الميت ديالو دينا ما كان لا عاون لا نسعدك لا حتى حاجه. مع كامل الاسف الاستاذ عبد الصمد هنايا ملي كتحدثوا على صعوبات الاجراءات وي الاجراءات اييه الاجراءات ديال الصعوبات هادشي اللي كاين مثلا عاوتاني كندير ان ميساج للمغاربه اللي كيتزوجوا مع الاجنبيين اللي ماشي مسلمين كيوقع واحد المشكل يلا عيطوا لي دابا. واحد السيد مغربي مجوج مع نصرانيه ماشي مسلمه وهي جوج بالعقد معاها وكلشي اش كيوقع مات بغات تحرقوا. الله اكبر المغرب على داكشي بزاف ديال المغاربه كيتزوجوا مع نصرانيين اللي ماشي. انا كنشكرك انك تذكرنا هاد النماذج باش الناس يعرفوا شنو كاين ها النماذج اللي كاينه ما كرهتي تعاود لنا هاد التجربه هادي باش الناس يعرفوا شنو واقع. غنعاود لك بزاف ديال المواطنين المغاربه من المغرب تزوجوا مع اجنبيين والاجنبيين ماشي مسلمين نصرانيين ودابا سي بوغ ساك سي امبورطون لي جوجتو مع اجنبي خص يكون مسلم. علاش؟ باسكو النهار اللي وقع شي مشكل نهار تموت النصرانيه عاد دفنك هكاك بلا لخصي بلا صلاه تحرقك وما عندكش الحق تهضر لقاش ضربه العقد معاه ولا ضرب العقد معاها ما عندكش الحق تهضر لقاش هي اللي عندها البوفوار فيه. مساكن العائله في البلاد كيعيطوا كيبكي وكيغوت وعافاك حنا العام خلصوا عا خلينا ولدنا يجي عافاك قالت لي لا والو انايا مرتو
وانا لي حكمه وعنحرقوا. وباش تكملت خليتوها تحرقوا او لا؟ كاينين تبارك الله شي نصرانيات كيتفاهموا مع لافامي، وكاينين لافامي واخا تغوت واخا دير اللي بغات مساكن راه حرقوا واحد مغربي مسكين من انا واحد بن سليمان حدا بوزنيقه مسكين مات، وبنت هو كان مشى جا فرنسا كان مجوج واحد القاوريه، والقاوريه ولدت معاه بنت. النهار اللي مات بنته عيطت لعائلتها في المغرب قالها راه خوكم مات راني حرقته. الله اكبر، حلوه الا بالله العلي العظيم. واللي قبيلتي كنت نقول لك وي كنسمعك غير وي سي عبد الصمد، غير اسمح لي متابعينا الكرام غادي نخرجوا فاصل اشهاري للحظات ثم لنعود الاستاذ عبد الصمد، خليك معنا في الاستماع لنعود بعد لحظات. مع الجاليه، البرنامج اللي كيهتم بشؤون الجاليه المغربيه، كيتصنت لهم وكيفتح لهم مساحه للتعبير عن انشغالاتهم وانتظاراتهم وانجازاتهم. مع الجاليه مع حنان عزوز على كاب راديو. كنجدد الترحيب بكم متابعينا الكرام، دائما مواصلين معكم في البرنامج ديالكم مع الجاليه، والموضوع مهم غايه في الاهميه، وهو كيف ما كنا سبقنا وهدرنا على الادوار القيمه اللي كتقوم بها جمعيه الطهاره من اجل نقل جثامين المغاربه وغير المغاربه من اجل الدفن في ارض الوطن. جمعيه الطهاره برئاسه الاستاذ عبد الصمد عكراش اخترنا اليوم زاويه جديده للمعالجه، وهو الاكراهات والصعوبات اللي كتواجهها هذه الجالية. كتقوم بمجهودات جبارة، إلا أنه هناك عراقيل كتخليها أنها تتأخر في قيام بهذا العمل، خاصة ملي كنهضروا على جثمان شخص توفى، فإكرام الميت دفنه الدفن طبعا بسرعة، إلا أنه كيف ما سمعتوا من خلال مداخلة الأستاذ عبد الصمد أنه بعض الأحيان كتبقى 6 شهور الجثامين بدون دفن، ناهيك على بعض الثقافة أو العادات ديال بعض الأجانب يعني المغاربة المسلمين اللي كيكونوا متزوجين بأجنبيات، اللي من العادة ديالهم أنهم كيحرقوا هذاك الجثمان، وحالات اللي تعرضت على الأستاذ عبد الصمد. هو كيتوجه لكم بالدعوة. كنسمعوك الأستاذ عبد الصمد. ألو كنسمعوك الأستاذ عبد الصمد. كنسمعك. قلت لك الأستاذ عبد الصمد غادي نستمروا في النقاش وفي الحديث ديالنا، وهو الصعوبة كتكون في الحالة ديال الميت اللي كيكون عنده الأوراق ديالو الثبوتية وكيكون معروف وكيكون كل شيء، فما بالك إذا كان الشخص المتوفى مات مقتول أو لا غير محدد وغير معروف الهوية، إلا مثلا كتعرف أنه مغربي ولكن ما عارفش الهوية دياله. هنا شنو هي الصعوبات اللي كتواجهكم في هذه الحالات؟ صعوبات إذن بعد مرات مثلا كنصيفطوا الكونسولية باش صيفطوا، بعد مرات كيتعطلوا بزاف علينا، دونك سافو دير اش كندير أنا؟ كنعاون براسي بوحدي، كنصيفط ميساج فيسبوك واتساب وكنلقى دغيا كنلقى قبل ما يلقاوها par la voie administrative. فهمتيني ولا لا؟ par la voie administrative اداريه، الطريق الاداريه، كنصب بالطريق لي ريزو سوسيو سناب شات تيك توك فيسبوك انستغرام، كنلقى مع المرات لا فامي دغيا قبل الكونسوليه، ولا كنلقى مثلا هذاك المشكل ديال هذا الولد اللي خص البصمات، اللي كما لقيتكم صيفط الميساج كما لقيتش هذا الكوميسير اللي ساعدني في هذا الوليد. فهمتيني ولا لا؟ دابا بغينا شنو؟ بغينا باش نسالوا الامور الجاليه المغربيه اللي كيموتوا في الخارج، اللي ما عندهمش لا فامي واللي ما عندهمش ولا بوحدهم ولا عندهمش الامكانيات، بغينا الاداره ديالنا الوزاره ديالنا الوزاره الخارجيه تعاوننا اداريه يسهلوا لنا ونتعرفوا بالقناصيله كاملين ديال اوروبا وتعرفوا علينا بحال هكاك، نخدموا مجموعين يد في اليد. طبعا هذه دعوه طبعا على انه يتم التعاون. مثلا شي فامي كتعيط ليا مات ليا ولدي في كرواتيا ولا سربيا، ما عندي حتى انا ما ندير كونسول في سربيا وباش نصيفط له ميل، ما كنشقاش الميل، كنصيفط للقناصله كيقول انا ما عنديش الحق نعطيك الميل ديالو خص دبر عليه، وعلى داكشي كندير دي ميساج كندير دي فيديو، ما هادشي ما كيتاثرش فيهم هادوك كامل، ما كيتاثرش، كيتاثر في الناس غير لما شي حد من قريبك عاد كيفكك بصح كاين الموت. فهمتيني لا لا؟ طبعا وانا كنشوف بعض المرات كيشجعوا الجمعيات ديال مثلا ديال الجمعيات ديال مثلا كيف كنقولوا بالعربيه بالدارجه، الجمعيات اللي كيشطحوا الرضيح والكمان جاوا الشيخات كيجيو يشطحوا هنا في فرنسا، هذو كيشجعوهم وكيعطيهم، وانا اللي كنضرب التماره وانا مازال صغير عندي خدمتي، حتى انا كنبغي نعاون
الجاليه ديالي اللي كيموتوا، العائلات اللي كيعيطوا ليا من المغرب، ولكن علاش حنا ما كتشجعوناش؟ علاش ما كتعاونوناش اداريا؟ علاش كان صيفط رانديفو باش نكون غوسي حتى واحد ما كيعطينيش الوقت؟ هذا النوع ديال الصعوبات الاستاذ عبد الصمد واش خلاتك انك تفكر شي نهار تقولوا انا شكلف عليا الله صافي غادي نوقف هذا العمل الخير كنلقى غير صعوبات؟ كذلك يعني كاينين بعض الناس واش ما كتلقاش انك يوجهوا لكم اتهامات كيقولوا لكم لا انت نتوما كتخدموا باش تجمعوا الفلوس، باش تجمعوا الفلوس من عند المحسنين، نتوما ما كتقوموش بهذا الشيء لوجه الله، واش ما كتواجهوش بهذا النوع ديال الاتهامات الاستاذ؟ لا سي كاينين كيعيرونا، كاينين المغاربه ديالنا كاينين في الاداره، ماشي الناس، ماشي البشر ديال، ماشي البشر ديال الناس، الناس الشعب راه الناس اللي خدامين في الاداره كاينين كيقولوا هذوك هذوك بلا ما تمشيو عندهم جمعيات كيجمعوا الفلوس من عند المحسنين، ولكن سحبوا راسكم في فين؟ راه في فرنسا هنايا كلشي مراقب، الفلوس اللي كيعطيو الناس كيعطوها باغ انترنيت افيك ان روشي فيسكال، وكل عام خص تعطي شحال دخلتي وشحال خرجتي بلي فاكتور، ماشي غير هكاك تجمع بحال هكاك الفلوس كتسعى برا، لا راه الناس ولاو كيعطيو عبر الانترنيت عبر لاكارت بانكير تطورات هادشي ديال المحسنين. اذا كلشي جوستيفي يعني ما عندكش الحق في الطرق، كلشي واحد بغى يدير ان جيست 5 مثلا 50 درهم ولا 100 درهم كيدير لاكارت ديالو طاك طاك يمشي لو سيت انترنيت بسميتو بكنيتو بلاكارت وكيدخل هادشي في الكونت، ما بقاش هادشي الناس غندور معاك نعطيك شي حاجه، لا ما كاينش داكشي. بحال قلت لك واش هادشي ما كيخليكش انك تتراجع وتتوقف على هذا العمل الخيري؟ لا لاقاش هادشي كنديروا لي، لا ما كنتسناش شي حد يشكرني في هادشي، هادشي كنديروا لا وهذوك الناس كنبرد قلبهم على عائلتهم اللي كيموتوا، هادشي اللي كاين. الله يجعل لك في ميزان الحسنات ان شاء الله باذن الله. انا اللي كيبقى فيا الحال اللي بغيت نوقف مع المره كنقول ما بقاش نتكلف بالمغاربه ديالنا، لاقاش كنلقى صعوبات في الاداره، المشاكل الإدارية هي كبيرة بزاف. من براوات كان صيفت واحد المرة العام اللي فات صيفت صيفت سميتو ديلات خطو لي كونسولا اللي تعاملت معهم تا واحد منه، وعندي اللي ريكوموندي معايا مازال تا واحد من لي كونسولا جاوبني، تا واحد معطاني الوقت، وكي وحلو مع شي عائلة كيعيطوا ليا عاوننا، وبعض المرات كنحشم كنقول لا ما بقاش نعاون. واضح طبعا واضح. والإجراءات الإدارية من غير الجمعيات الناس علاش كيلجؤوا لك انت كجمعية، علاش ما كيقوموش بالإجراءات ديالهم العادية الإدارية؟ كيفاش ممكن انه كيتنقل الجثمان من بلد الوفاة البلد للوطن؟ فوالا باسكو غنقول لك علاش لقاش فرنسا اوبليجي خص دوز باش دير نقل شي حد الميت، ماشي في فرنسا في اوروبا كاملة، باش دير الميت نقلو الى بلده خص دوز مع شركة نقل الاموات، هي اللي كدير الاجراءات مع البلديات مع العمالات ومع القناصله والسفاره، لا ما كانش هادشي ما تقدرش تنقل الجثمان ديالك، فهمتيني لا لا؟ طبعا واضح. وحنايا اش درنا؟ ماشي شركه، حنا جمعيه، والجمعيه بحال قلت لك في الاول عندنا هاد لابيليتاسيون اللي تخلينا عندنا لا لابيليتاسيون 5 سنين، دابا كل 5 سنين كنجدوها، وعندنا لابيليتاسيون باش حنايا نجيبوا الصندوق نكرو الطيارة نخدو لامبيلانس، عندنا لابيلانس ديالنا، فهمتيني لا لا؟ طبعا دابا je peux vous le dire en français si les gens comprennent en fait on a notre habilitation pour organiser les obsèques pour organiser les enterrements et les rapatriements. عندكم الرخص باش انكم نتوما تنظموا هاد الدفن ومراسم؟ فوالا بكري ما كانش عندنا لا ديغريمون، كنت كندوز انا مع الشركة وكنخلص الشركة، دابا الشركات غاليين، واش درت انا طلبت لاغريمون ديالي، دوزت واحد الدبلوم ديال كونسيي فونيرير وشديته وعطوني لو بريفي، سا سابيل لو بريفي لا بريفيكتور، كيعطي لابيليتاسيون باش نديرو داكشي. واضح. حالات اخرى واش ما كتواجهوش مثلا الناس اللي كيقول لك لقين مثلا لقيتو جثه شي حد اللي توفى تما وكيطلبوا منكم كيقولوا لكم غدفنوهم تما، واش كتقوموا بهذه العمليه اولا الدور ديالكم النقل ديال الجثه؟ وي 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 كاين بعض مرات شي مغاربه كيقولوا لنا عافاك غدفنو تما، وكندفنو على طريق المسلمين، كنمشيو ندفنوا في الروضات المسلمين، كنديروا لهم صلاه الجنازه، كنديروا لهم كلشي وكنسجلوا وكنصيفطوا للعائله. ما بقناش الوقت بزاف، بغيت غير تذكر معايا لان في الاونه الاخيره تبارك الله صيفطتي لي واحد المجموعه ديال الفيديو وواحد المجموعه ديال الصور اللي فيها كتهضر على الجنائز ولا على الدفن ولا على بعض الحالات اللي نتوما تدخلتوا فيهم، فما كرهتش تذكر كذلك المتابعين ديالنا شنو هي الحالات اللي قمتوا بها في هذا الشهر الاخير ديال الدفن ولا ديال الاجراءات اللي قمتوا بعض الحالات اللي تصادفتوا معها؟ ما كرهتش تتقاسم مثلا معنا. واحد الحاله يلا درتها مسكينه، واحد وجديه، واحد مغربيه امها جزائريه وباها مغربي،
وباها مات، هي مغربية من المغرب، أمها مسكينة خرجت من المغرب بكري، ولكن جات فرنسا خلات وليداتها المغرب، رباوها وقيلة عمام وعماتهم عمامهم، وبقات هي مسكينة هنا هنا في الدار عجزات، فهمتيني، وما عندهاش الإمكانيات. ودابا بغينا نرجعوها للمغرب، وبغينا نرجعوها للمغرب، ومن بعد خافوا عائلتها على هذا الشيء ديال لقاشية مع ماشي جنسية مغربية، وغفنا على الصعاب، قالت لي دفن عمي هنا وندفنوها ان شاء الله هنا في مازال ما دفنتش، مازال ما دفنتوهاش، مازال كانت في دار العجزة وتوفات او توفات مسكينة الله يرحمها. ولقينا عاوتاني واحد المشكل ديال واحد مغربي، مشينا للغان، بزاف ديال الشباب كيموتوا مقتولين هكاك، مقتولين ولا برا شي واحد قتلو، واغلبيه ديال هذوك الشباب كلهم عائلتهم فقراء في المغرب. والصعوبات اللي كنلقاو باش نديو بعض المرات كنتصلوا بالعائله ديالهم، ولكن ما عندهمش الكونيكسيون، ما ساكنين فواحد القنت مثلا في العروبيه ولا شي حاجه، صعيب باش تتصل معاهم ولا تتواصل معاهم. هذا هو المشكل اللي كيوقع لينا هاد الايام، هادشي اللي كان من الايام، بزاف الشباب مغاربه اللي كيموتوا مقتولين، اللي ما عندهمش الاوراق اولا اللي كيموتوا في الطريق وما كيكونوش الوراق ديالهم ظاهرين. فوالا هادو من الحالات اللي في الحقيقه الله يكون في العون، لا ليهم ولا ولا لعائلاتهم. بغينا نقولوا بغينا نخدموا مع بلادنا اليد في اليد، وبغينا شي حد من بلاده يستقبلنا ونتعاونوا مجموعين باش الجاليه ديالنا من يدفنوا بالعزب الكرام، ماشي دائما ونبقى نديروا الفيديوهات ونصيفطوا في الواتساب هاد الناس. خص هادشي اللي كان، هادشي اللي كنقلب انا، ما كنقلب حتى حاجه اخرى. اذا الدعوه ديالك للجهات المسؤوله على انهم حتى وزاره الاوقاف، لازم وزاره الاوقاف تعرف باللي كان اون اكزيست بوغ كنتواجدوا، لقاش وزاره الاوقاف بزاف ديال المساجد هنا في فرنسا، وزاره الاوقاف هي اللي كتعاونهم، وحنايا كنديروا الصلاه الجنازات كنغسلوا الاموات، حنايا خص وزاره الاوقاف خص يعرفوا باللي حنايا كاينين هنا، ماشي غير الخارجيه، فهمتيني ولا لا؟ خصهم يعرفوا، خصكم توصلوا معاهم، تجيو عندهم تقدموا الملف ديالكم، تقدموا راسكم. انا كنعتقد خص مبادره وزاره الاوقاف، هادشي اللي باقى وزاره الاوقاف ما عمري مشيت عندهم، هادو خصني نمشي عندهم نشوفهم. وكنتمنى على الله يا ربي يلقى الطلب ديالك صدى واستجابه، وان شاء الله باذن الله. فما يمكنش انك توجه لوزاره الاوقاف، خاصه انك ملي غادي تقدم له نماذج وملفات ديال الحالات اللي نتوما تكفلتوا بها وتكفلتوا بالدفن ديالها سواء هناك او اللي نقلتوا جثامين ديالهم لارض الوطن، فان شاء الله باذن الله على انكم غادي تلقوا الدعم من طرف كل الجهات اللي هي خاصه انها تدعمكم. الاستاذ عبد الصمد، فما عندي ما نقول لك، تبارك الله عليك، المجهودات اللي كتقوم بها فهي قيمه جدا، خاصه فحال قلتي انت مازال شاب، عندك حياتك، عندك الخدمه ديالك، الا ان دائما كتراهن انت والفريق ديالك اللي كنتوجهوا له التحيه انكم كتغسلوا كتكفنوا كتنقلوا الجثامين. واحد السؤال اخير، شكون اللي كيتواصل معاكم؟ واش الجهات الرسميه، ولا بعض المرات المواطن عادي يكون عارف شي مغربي ولا شي مغربي؟ بعض المرات المواطنين عادي كيعيطوا ليا مساكن، كيشدوا النمره ديالنا باغ بوش او غاي، كيعيطوا لينا واداريه كيعيطوا لينا حتى هما الكناصيله سيرفيس سوسيال ديال الكناصيله كيعيطوا لينا، وبعض المرات كان شي كناصيله ما كيعيطوش لينا، واغلبيه الشعب اللي كيعيطوا لينا. اذا الناس مامنين بكم ومامنين بالمجهودات اللي نتوما كتقوموا بهم. سي عبد الصمد كتسمعني؟ قلت لك لان الناس مامنين بكم وثقوا فيكم وعارفين على انكم كتقوموا بمجهود كبير، وبالتالي حتى هما كيتعاونوا معكم. وي الاستاذ عبد الصمد، وصلنا لنهايه الحلقه، شنو هي الكلمه ديالك الاخيره والنداء ديالك الاخير؟ انا كان شي حاجه بغيت نقولها، الناس اللي ما كيعرفوناش ولا كيسمعوا بودنيهم لازم تعرفونا، وحنايا في خدمه المواطنين وفي خدمه الوطن وفي خدمه المسلمين، وبغينا الاداره ديالنا تعرفنا ونتعرفوا عليهم ويستقبلونا ويجاوبونا في الايميل ويعطونا رانديفو، هادشي اللي بغينا، يعطونا رانديفو شي مسؤول ولا شي مسؤوله يعطونا رانديفو ويعرفوا علينا من قريب ماشي من بعيد.
تبارك الله عليك الأستاذ عبد الصمد. طبعا تبارك الله عليك، شكرا لك، شكرا على هذه المجهودات القيمة اللي كتقوموا بها، وإن شاء الله يا ربي الحبيب نتواصلوا معكم ونعاودوا نعيطوا لكم في حلقات مقبلة ونتحدثوا على كل هذه المجهودات اللي كتقوموا بها، وإن شاء الله النداء ديالكم والطلب ديالكم يلقى صدى واستجابة من عند الجهات الرسمية. شكرا جزيلا الأستاذ عبد الصمد عكراش، رئيس جمعية طهارة بباريس بفرنسا. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا، مع السلامة. شكرا، سلام، مع السلامة. متابعينا الكرام، وصلنا وإياكم نهاية حلقة اليوم. فكيف ما قلنا في بداية الحلقة، هذه الجمعيات هذه كتقوم بمجهودات، وتحدثنا في حلقة سابقة على أن هذا العمل خيري، عمل جبار، هدرنا على المزايا دياله، هدرنا على الجوانب الإنسانية اللي كيقوم بها، ولكن ماشي غفلنا، ولكن خصصنا له حلقة خاصة، أن هذه الجمعيات هذو بهذا المجهود الجبار اللي كيقوموا به، بهذا العمل الإنساني الخيري اللي كيقوموا به، إلا أنهم كيواجهوا صعوبات جمة وكينتظروا دائما تقديم يد العون. تقديم يد العون متابعينا الكرام، في حال كيأكد الأستاذ عبد الصمد عكراش، فهو ما محتاج لما هو مادي، ولكن كيحتاج لتسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية. إذن وصلنا وإياكم نهاية حلقة اليوم من برنامجكم اليومي مع الجالية. الشكر موصول ليوسف شنواني، عبد الخلق كنينة، تحياتي حنان عزوز، كنت معكم في الإعداد والتقديم، مع السلامة. مع الجالية، البرنامج اللي كيهتم بشؤون الجالية المغربية، كيتصنت لهم وكيفتح لهم مساحة للتعبير عن انشغالاتهم وانتظاراتهم وإنجازاتهم. مع الجالية، مع حنان عزوز على كاب راديو.